دايما واخدين فكره ان القلب هو اللي بيحب، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقي معظم الكلام والايموشنات المستعمله القلب، بحبك، خد قلبي مش عايزه خالص، يعني خده مش عايزه، لاف من هنا لبكره. الايموشن اللي هتلاقيه انت واحد في الصوره انت حابه هتعمل له لاف. هل فعلا ان القلب هو اللي بيحب؟ هل القلب اللي بيحب ولا طب مثلا الناس اللي بيتنقل لها قلب بتعمل زراعة قلب فبتنقل لها قلب شخص آخر، هل الشخص لما بيقوم دلوقتي بقى بيحب الأشخاص اللي القلب اتنقل لها ولا هو ما تأثرش عادي؟ يعني بحب الأشخاص اللي بحبهم قبل ما يتنقل لي القلب، ما أثرش فيها القلب. كل دي أسئلة الواحد بيسألها لنفسه، أسئلة محيرة فعلا. حتى ان فيسبوك أعلن ان اكتر ايموشن مستعمل في الموقع هو ايموشن القلب الاحمر. يعني هل القلب هو فعلا زي ما متعارف هو مصدر الحب؟ كل ده هنعرفه دلوقتي. الحقيقة الصادمة صديقي، أنا المخ هو مصدر الحب وليس القلب. احترق بنت انا انت اتخضيت. المخ اللي بيحب مش قلبك. ازاي؟ هقولك دلوقتي. انت دلوقتي لما جسمك او عينك تبص على الشخص اللي انت بتحبه، ايه اللي بيحصل؟ في اشارات عصبية بتروح لمخك، يبدأ ان في اشارات عصبية ترسل لغدة فوق كليتك اسمها الغدة الكظرية سوبرا رينال جلاند. الغدة الكظرية تبدأ تفرز هرمون اسمه هرمون الأدرينالين. هرمون الأدرينالين بيسرع ضربات قلبك وعينك، حدثت العين تبدأ توسع سهواك بقى تحب وكده يعني. فتحس اللي هو انت هرمون الأدرينالين بيفرز بكميات صغيرة، تحس اللي انت يعني طاير. هرمون الأدرينالين بيغير جسمك تماما. تاني حاجة في هرمون اسمه السيروتونين. هرمون السيروتونين ده بيحسسك بهدوء وراحة نفسية عالية جدا. والهرمون ده الاطباء والعلماء بيقولوا انه بيساعد في تنظيم ضربات القلب. فروح يعني لو انت قلبك وجعك هتحس كده اللي هو انت ظبط الدنيا كل حاجه. في هرمون تاني اسمه هرمون الدوبامين. بيقولوا ان هرمون الدوبامين بيخلي المحب المحبوب في نظر المحب كانه جايزه، بيسعى للحصول على الجايزه. يعني تخيل الهرمون بيعمل ايه، اللي هو انت بتعمل كل حاجه عشان توصل للي انت بتحبه. في هرمونات تانية، كل الهرمونات في نفس المضمون اللي هي بتخليك فرحان جدا. والهرمونات دي مين اللي افرزها او مين اللي ادى الاشارات؟ هو المخ. يبقى المخ هو كان المسيطر الرئيسي في العملية دي. انا عارف ان انا صدمتك بس كم. العالمة هيلين فيشر بتقول ان الحب ادمان قوي حين تسير الامور بشكل جيد. يعني طالما المحب بيحب المحبوبة وعايشين في ثبات ونبات والهرمونات عمالة تتفرز والدنيا تمام، طب وادمان رهيب حين تتعقد الامور. تخيل مثلا واحد بيحب واحده فواحده ماتت او انفصلوا، فهتلاقي الشخص اللي بيحب هتلاقيه بيمر بحاله نفسيه سيئه قد توصل له اكتئاب وفي بعض الحالات بينتحر. واكيد سمعنا عن حالات كتير زي كده ويقول لك انتحر لما حبيبته ماتت. ايه الحاجات دي بتحصل حقيقي؟ يبقى كده احنا اتأكدنا ان المخ هو مصدر الحب والقلب ما هو الا عضو بيضخ الدم لجميع اجزاء الجسم ما بيحبش. واللي طلع فكرة ان القلب هو المسؤول عن الحب دي من زمان جدا، وبرضو اللي ساعد في انتشارها هما الفلاسفة زي الفيلسوف افلاطون. كان دايما يقول لك الحب والسلام فالحقيقي ان المخ هو بيفرز هرمونات، وهي الهرمونات دي اللي بتحسس الانسان بتغيرات في جسم كده ان هو فرحان ان هو بيشوف الشخص اللي بيحبه. يبقى المخ هو المسؤول عن كده. هل الرجالة اسرع في الوقوع في الحب ولا النساء؟ الابحاث اللي اتعملت لو ان الرجالة اسرع في الوقوع في الحب من النساء. رجل قد يكون ماشي فيلاقي واحدة لابسة لبس حلو فحبها، خلاص دماغه كيف وحبها، حبيتها خلاص. قد يكون مثلا اتقابلوا في موقف فعملت حاجة قدامه تصرف معين جذب انتباهه فحبها. ولكن المرأة
بتحبش بسرعه. ليه بقى؟ لان بتقسم كذا جانب، لازم يكون الاحترام، التعامل عامل ايه معاها، هل هتعرف تكمل معاها حياتها ولا لا. ليه بقى؟ لان الرجل لما بينفصل عن المحبوبه اللي هو بيحبها بياخدش وقت طويل زي المراه في النسيان او ان هو يحب شخص تاني. المرأة قد ممكن ما تحبش تاني بعد الحب الشخص الاولاني اللي هي حبته طول حياتها، اما الرجل بعد فترة معينة بيحب تاني عادي والدنيا ماشية. هو ده الفرق يعني. طب عشان تستمر العلاقة بين المحبوبين لازم يكون في شوية عوامل كده. اول حاجة لازم يكون في اهتمام من الطرفين، لان المخ مش هيستحمل ان طرف مهتم قوي والطرف التاني ما فيش اهتمام. لازم يكون في تواصل جيد، لازم يكون في ريسبكت، الطرفين بيحترموا بعض، لازم يكون في احترام متبادل بين الطرفين. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ولو عايز تشوفني اول ما انزل الفيديو فعل الجرس. شكرا جدا على المشاهدة، شكرا، السلام عليكم.